هدف من نشاطنا هو بلورة رؤية المجلس الأعلى للشباب من خلال اقتراحات وطرح مشاكل الشباب وسماع انشغالاتهم. أي الهدف الأساسي من نشاطنا اليوم هو إذابة الجليد بين المجلس الأعلى للشباب وشباب الولايات عبر الوطن. هذه المجموعات اللي هي فرصة وأمام خاصة شباب تبورت لنقل ومشاغله وطموحاته وأماله لتناقش على مستوى مركزي، فهي فرصة لشباب الولاية للارتقاء وتزيد طموحه على مستوى مركزي.